واش قالوا سي فدي؟ الكونجي في قنيطرة احسن ياك ها؟ كلشي رخيص. كلشي رخيص. ها؟ كلشي رخيص. لا بيسينا 1000 ريال. لا بيسينا ب 50 درهم قال لك. 50 ولا 100 ما عرفتش والله شحال انا ما عرفت خلصت اللي خلصتي قال لك 50 انا ما خلصتش. هو لاكيز ديالنا سيدي. وانت هو لاكيز ديالنا خويا خلص اللي بغيت. ايوا انت اللي مكلف اسيدي. فدونك الاخوان طيبين راه قنيطرة طيبة يعني الانسان يدوز يجي بالاخص اللي كانوا عنده العائلة ديالو ولا الاهل ديالو هنايا ف يعني العائلة ديالو في قنيطرة راه غيستافد منها صلة الرحيم ومنها كلشي قريب وكلشي رخيص الحمد لله ومنها عاوتاني حنا في الخدمة ديالكم اللي بغى شي سيارة مرحبا يدوز الكونجي ديالو مع راسو شهير شهرين وداك اللي جاب الله ومن بعد يرجع الطوموبيل ان شاء الله ونديروا لها القيمه ديالها نحيدوا البركه ديال الاتعاب ديالنا وديال الدراري اللي خدامين معنا ومصاريف رانتم عارفين نعاودوا ناخذوها من جديد نشريوها ان شاء الله ونعرضوها من الاول عاوتاني ايوا هكا الحياه تستمر وكل شيء في الخدمه ديال شي في خدمه شي وكل شيء خدام فالحمد لله المهم هي المدينة تستافد وكل شيء يتزهر كل شيء يستافد هذا فوت واحد ما يضيع الكومبينغ هنا يعطوك الضو يعطوك الماء الدوش سخون كاع فين الدوش هنايا في هذا هادشي اللي كاين 50 درهم النفر راه مزيان الحمد لله الامور طيبه وزعما صراحه مع بحكم جينا حنا بكري شويه دونك الاماكن مازال فارغه ديال البلايصت اللي بغى يخيم ولا الكومبينغ ولا الكرفان مازال خاوي الخوت يعني لا معمروش الحباب بحالكم نخليوه فارغ لم يعمروه اهل الصلاح اللي يجي مستور وعندو الحشمه ديالو على ولادو تيعوم وتيعوم مستور تتكون الامور الحمد لله مستوره عائلات محترمه في هاد الكومبينغ زعما صراحه هذا رايي الشخصي والله اعلم فهمتي يعني هذا ما لاحظته بحكم انا جيت من الاوائل من مورا يعلم الله علاش فينا القضيه تغييرات نخويهم باقي نمشيو ان شاء الله عاوتاني الاصيله واحد 20 يوم تغيير زوينه عاوتاني ندوزو شي مشيه للاكادير حتى هو زوين فيه كومبينغ تما هادو اللي شايف ان شاء الله كاين كومبينغ مولي بوسلام حتى هو الحمد لله يعني هادو كلهم اماكن فارغه حتى الوليدات كاين اللي مطرناجور تيعلمهم تيتقام الحمد لله داكشي رخيص يعني تنهضرو على العائلات يعني مولا وليدات اللي بغا يوفر داكشي ويدوز كونجي ويحد داك ستريس ديال الخدمة والضغط حنا الحمد لله نوفر له السيارة ولا الموتور نوفرهم ليه ان شاء الله يدوز بهم شهر ولا شهرين المهم داكشي اللي بغاه هو المده يشريها كاع ما يرداش الله يسهل عليه ما عندناش مشكل يعني كسبها عامين الله يسر له وبنفسها عاوتاني تتقام عليه القضيه رخيصه في الكومبين كما قلنا هنا ولا في قنيطرة كل على العموم من صلة الرحيم ومن حجه وزياره هذا بالحمد لله الاهل ديالي لداخل العائلة في الكهرفان الحمد لله دونك الأمور طيبة اللهم لك الحمد ومع هاد العيد الإخوان راه ما بقاوش عندنا سيارات لكن شي سيارة تعرضوهم علينا للبيع وإن شاء الله راه ما نعطلكمش في مسألة ديال عرض السيارة راه اللي تعرض عليا السيارة ديالو وافقتني راه جوج كلمات في الأوديو الأول تنجاوبو شاري ولا ما شاريش تمام مسلك تنقول له مرحبا ما مسلكش خويا تنقول له جزاك الله خيرا عافيني
بدون حرج بدون جدال، تبقى داكشي نقي وعزيز. أعزكم الله ورفع قدركم. أي والله يتقبل منكم. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.